من ايه؟ خفت من ايه؟ شفت اختك ليش مختزيه في الشارع وسبتها ومشيت؟ ليه كده؟ ليه؟ واخدينها ورايحين فين كده؟ المشكلة أنا جيت حاولت إن أنا أدخل خفت حد فيهم يتعدى عليا ولا حاجة. أنا راجل في حالي، لا يدعى بحد ولا أنا مالي بقى، أنا إيه اللي مشاها من حتة زي ده؟ أنا مالي أنا؟ خلاص أنا وصلت على البيت كده. المهم إن أنت دبرتي كل حاجة؟ خلاص ماشي. طب أنا بقى هقفل دلوقتي عشان أدخل على البيت والشبكة هتفصل. سلام يا حبيبة قلبي. تيجي خلاص. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بطلوا قله ادب شويه. رايح فين يعني؟ رايح فين؟ انتوا شغلكم في ايه؟ انت رايح فين بس؟ بعد اذنك شيل ايدك لو سمحت. انت وهو طب عايزين نفهم بس. استنى رايح فين؟ شيل ايدك من عليا. انت ازاي تحط ايدك عليا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اكيد طبعا. امال ايه؟ حد يشوف القمر ده؟ رايح فين يابا؟ اهدى بس. ادخل. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا ما عندكمش اخوات بنات على اللي انتوا بتعملوه معايا ده؟ لا ما عندناش اخوات. عندنا اخوات بس. رايح فين يابا؟ شيل ايدك من عليا انت وهو. انت رايح فين؟ واخدينها ورايحين فين كده؟ المشكلة أنا جيت حاولت إن أنا أدخل خفت حد فيهم يتعدى عليا ولا حاجة. أنا راجل في حالي، لا يدعى بحد ولا أنا مالي بقى، أنا إيه اللي مشاها من حتة زي ده؟ أنا مالي أنا؟ مروح. هقول لإيه لماما دلوقتي؟ منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ايوه حاضر. هو انا واقفه ورا الباب؟ ما بالراحه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ العين يا ماما. ايه ده؟ انت ايه اللي عامل فيكي كده؟ العين يا ماما. ايه اللي حصل لك دي؟ ايه اللي حصل؟ استرها معانا يا رب. استرها معانا يا رب. استرها معانا يا رب. يا بنتي طمنيني، فين بس؟ ايه اللي حصل؟ اتعاركتي مع زملائك في الشغل؟ اتعاركت ايه يا ماما؟ اتعاركت. امال ايه اللي حصل؟ اتكتروا عليكي وضربوكي؟ ما تردي عليا يا بنتي. ايه اللي حصل؟ اتنين شباب طلعوا عليا في الطريق وانا جايه يا ماما. يعني ايه؟ يعني ايه ضربوكي يعني ولا عملوا ايه؟ سرقوكي؟ سرقوا حاجه؟ يا ريت كانوا سرقوني. امال ايه؟ فعلا سرقوا، بس سرقوا مني اغلى حاجه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، حياتي اتدمرت يا ماما. يا نهار اسود اللي على نبك يا ردوه. يا نهار اسود على نبك يا ردوه. يا نهار اسود. هو انت اللي كنت في الشارع؟ يعني ايه انا اللي كنت في الشارع؟ ايه الكلام
الكلام اللي انت بتقوله ده يا وليد؟ ما انا بقول لك كنا في الشارع. في الشارع يعني ايه؟ هي اللي كانت في الشارع. انا شفتها بعيني. دول شفت الموقف ده بعيني. شفتها فين؟ موقف ايه؟ شفتها فين؟ شفت الشباب وهم. انت شفتني؟ انت ازاي تشوفني في موقف زي ده؟ هو ما تجيش تحوش عني. انت بتهزر؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تشوف اختك في موقف زي ده وما تجيش تحوش عني؟ خفت من ايه؟ خفت؟ مش عارف ان انت خفت من ايه؟ يا لهوي يا لهوي. من ايه؟ خفت من ايه؟ شفت اختك ليش مختصية بالشرع وسبتها ومشيت؟ ليه كده؟ ليه؟ كنت شعر. ليه كده؟ مش حرام عليك؟ ليه يا ابني؟ تسيب اختك للناس ياخدوا شرطة في الشارع؟ كنتش عارف ان ايه؟ يعني ايه ما كنتش تعرف؟ ما كنتش عارف ان انت خفت حتى لو مش انا، حتى لو مش انا ازاي ما تروحش؟ فين رجولتك؟ فين اخواتك؟ خفت يضربوني، خفت يعملوا فيا حاجة. انا دول شكلهم بلطجية. ليه انت مش راجل؟ انا راجل طول عمري في حالي. جت في اختك يا وليد. انا جت في اختك يا وليد، جت في اعز ما ليك يا وليد. عشان ايه؟ يعني ايه خفت يضربوك وخفت يتبلطج عليك؟ يعني ايه؟ يعني سبت اختك للناس يغتصبوها في الشارع؟ حتى لو مش اختك كنت حلت عنها؟ عامل معاك ايه؟ مش حرام عليك يا ابني؟ ليه كده؟ ليه كده يا ابني؟ انا السبب. ليه يا ابني؟ انا السبب في اللي حصل ده كله. انا السبب يا ابني. انا والله ما كنت اعرف انها هتوصل لكده. منك ليه حاجه اسمها هتوصل لكده؟ منك ليه؟ سواء اختك او مش اختك، موقف زي ده حصل منك قدامك. ازاي منك لله؟ ازاي ما تجيش واحده في وسط اتنين شباب، حتى لو واحده غريبه ما تعرفهاش، موقف زي ده حصل قدامك؟ اخواتك فين؟ رجولتك فين؟ ولا انت راجل في البطاقه وخلاص؟ خليت في اختك. خد اختك اطلع بيها خلاص. ايوه خد اختك وشوف مين اللي عمل فيها كده. انت لو طلعت على اسمي ياما مش هيفيد بحاجه. ازاي؟ حق اختك لازم يرجع لها. عشان انت السبب. انت السبب. حرام عليك. ليه كده؟ ليه يا ابني كده؟ حرام عليك. حقها لازم يرجع مني انا. لازم حقها يرجع مني انا ياما. لازم حقك يرجع مني انا يا رضا. بعد ايه؟ انا السبب. عارفه لازم حقك لازم يرجع ازاي؟ لازم كل ما تبقى ماشي في حته، اي حاجه تشوفها بعينك، ما تقولش انا مالي، ما تقولش ماليش دعوه، ما تقولش انا ممكن يحصل لي ضرر. شفت النتيجه ايه اللي حصل؟ شفت اخره؟ ماليش دعوه، انا عايز اعيش في حالي. انا مالي ومالي اللي يحصل؟ ايه مشاها من هنا؟ ما هي السبب. كل الكلمات اللي انت سمعتها دي اخرتها هتكون نتيجتها زي كده، ودي اقل نتيجة ممكن تحصل. ممكن دي ما كانتش ترجع تاني، ممكن ما كانتش تبقى موجودة على وش الدنيا تاني. والسبب قلة نخوتك. ما تقولش انا ممكن انضر. لو انضريت هتنضر بشرفك، لو انضريت هتنضر برجولتك، انك حاولت تطلع وتنفذ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. آخر حاجة انك تغضب وتقول أنا مالي وتمشي تزعل. بس مباح لك حاجتين. عارف ليه؟ لو أختك هتقف بقلب رقبتك حطيه، انما عشان مش منك فمالكش دعوه. انت عارف كان في زمان شخص اعرفه كويس جدا، كان بيمشي في الشارع لو لقى لا قدر الله حادثه كان يقول يخاف وياخد بعضه ويمشي. روح بلده لقى اتنين من اعز اصحابه وجيرانه رايحين في الحادثه دي، قال يا ريتني كنت لحقتهم. انت ممكن تكون سبب انك تنقذ حياه، وممكن سبب انك تكون سبب في ان حياه تنتهي وتروح. يا ريت كلمة ماليش فيه، ماليش دعوة، أنا مالي، أنا في حالي، عمرك ما هتبقى في حالك لو عندك حالة زي دي. يا رب تكون الرسالة وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.